بدر مين طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاحي بدر مين طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاحي الله جليل الله جليل الله جليل الله جليل إنني أمدح جمالك ما على المدح جناحي إنني أمدح جمالك ما على المدح جناحي الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة الفرقان. ذكر الله في آخر السورة بعض صفات المسلمين، يعني التي يجب على المسلم أن يتصف بها، وأن تكون هذه الأوصاف سجيته وأخلاقه وطبيعته ليستحق حمل أعظم لقب خلقه على الأرض، وهو لقب المسلم. لقب الطبيب لا يستحقه الإنسان بالتمني ولا بالتحلي، يلبس لباس الطبيب أو أن يلبس لباس الطيار، فاللباس ما بيجعل منه طيار. كذلك لو درس الإسلام بعلومه الكلاسيكية التقليدية والتي تعتبر طقوسية أكثر منها حياة وروح وبعث وبناء إسلامي، يعني كليات الشريعة وأمثالها لا تنتج العالم الذي ذكره القرآن ولا العالم الذي ذكره النبي في أحاديثه الشريفة. ولو كان من يحمل هذا اللقب بالحقيقة التي أرادها القرآن ونبي القرآن لكان هذا العالم في هذا العصر لكان أعظم من صواريخ عابرة القارات وأعظم من القنابل النووية، لأن الصواريخ عابرة القارات صواريخ مدمرة ومخربة، واكتشاف انفلاق الذرة لفناء الإنسان. أما العالم الحقيقي صاروخ العلم والروح الرباني يخرق القلوب فيعمرها ويصل إلى العقول، فعلى أساس الحكمة والعقل والنهوض بالإنسان في معارج الرقي يبنيها. فأيها أعظم الصواريخ وحشوتها المدمرة المفنية للحياة، أم الصواريخ البناءة للحياة والحياة السعيدة، الحياة التي توحد العالم، توحد شعوبه، ترفع حدوده، تلغي جنسياته. في الإسلام ما في جنسية فرنسي،
وألماني وطلياني وعربي وعجمي، في جنسية عالم متعلم حسن الأخلاق. إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق. في كلمة مسلم ما عصر في عربي وعجمي، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. لا فضل لذكر على أنثى ولرجل على امرأة. الله قال، ما قال إن الرجال أكرمكم، قال إن أكرمكم عند الله ذكوركم، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى علم وعمل. فآخر الآيات من سورة الفرقان ذكرت بعض صفات المسلم، بعض صفات المسلمة. فآخر درس قال، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فأن تجعل من إنسان إلها آخر، أي ما صفة المسلم والمؤمن والمؤمنة؟ لا يقبله الإيمان، والآن كان الإيمان وحده في المعركة، أما الآن نزل مناصر وحليف إلى جانب الإيمان في المعركة، نزل العلم. فالعلم الآن يقول ولا يقبل أن الإنسان يكون إلها، لكن قبل 100 سنة ومئتين وخمسمية ما كان في علم، كان الإيمان وحده. هلأ إجا له حليف العلم، إجا حليف ثاني العقل. فكان قبل 100 سنة 200 سنة القرآن وحده يقول بتحريف التوراة والإنجيل، أما الآن العقل والعلم. وأوروبا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكثير من رجال الكنيسة أثبتوا تحريف التوراة والإنجيل. كان القرآن وحده في المعركة، لكن الطائرة إذا شبهنا القرآن بالطائرة لكن ليس لها طيار، في مسجد ولكن ليس فيه ساجد وليس فيه العالم، والمستشفى لا بسقوفه وجدرانه وأبوابه، بأطبائه وعلمائه. مسجد النبي الذي كان فيه النبي كان الناس تسجد على التراب، والسقف كان من سعف النخل، والجدران باللبن الغير المطين. مسجد النبي الآن كله بالرخام المذهب، إيش الفائدة من الرخام؟ إيش الفائدة من التذهيب؟ الذي المسجد هو رجاله. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إنما يعمر مساجد الله، ما البناؤون والمهندسون، من آمن بالله واليوم الآخر. فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الآن الأوروبيين خلصوا وفي المرحلة الأخيرة من عبادة الإنسان، المسلمين من قبل خالصين، لكن في إله وشريك مع الله يجعله الإنسان شريكا لله أبغض عند الله من الشريك الإنساني، وهو الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أنتم موحدون أم مشركون؟ إذا كنت نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وأما إذا اتخذ إلهه هواه ومع العلم وأضله الله على علم، مشركون. بنص القرآن ما من عندي أنا أقول، والنبي يقول أبغض إله عبد في الأرض. ما الأصنام، ما الأشجار والأحجار، أبغض إله عبد في الأرض الهوى. الهوى ميل نفسك عند غضبك، عند رضاك، عند حبك، عند مصلحتك، عند أنانيتك، تميل لمصلحتك، لأنانيتك، لهواك، وتترك حكم العقل وقانونه
أو تترك حكم الشرع وتشريعه، فأنت عبد الهوى. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله، يعني قتلها، إلا بالحق، كالقاتل، كالزاني المحصن بعد إثبات البينة، المرتد بعد ما يؤتى له بالعلماء فيحاوروه ويقيمون الحجج ويأتون بالبراهين، إن أصر هذا بيكون قائم بالخيانة العظمى، لأنه بده يكون من الطابور الخامس ضد الدولة. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، بده يلقى جزاء على آثامه، يضاعف له العذاب يوم القيامة، يكرر ويخلد فيه مهانا. فيا ابني، المسلمين فاقدين العالم الإسلامي، العالم طبيب، والعالم مهندس، مهندس العقل، مهندس النفس، مهندس الأخلاق، مهندس الحكمة، مهندس أخلاق المجتمع، مهندس السعادة. إذا كان واحد مريض بمرض الشقاء والتعاسة وفي شيخ حقيقي، بنقله من التعاسة إلى السعادة، من الظلمات الطبيعة والجهل إلى نور العلم والنجاح والتوفيق. فقال إلا من تاب. التوبة نقل، شلون الطبيب ينقل الإنسان من مرض إلى صحة، من آلام بالبنج إلى فقد الآلام، من ضعف إلى قوة، من كسل وخمول إلى نشاط وحيوية. التوبة، في إنسان بده يعدم وإنسان بده يولد، أخلاق تتغير وعقول، والعقل يتغير والفكر يتغير والصاحب يتغير، وندواتك ومجالس سمرك بده يتغير، ميولك بدها تتغير، كلك بدها تتغير. هي كلمة إلا من تاب. المسلم بيقول أستغفر الله وأتوب إليه، خلاص. وين التوبة؟ الاستغفار طلب المغفرة، المغفرة تنال، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا القرآن. والنبي يقول أتبع السيئة بحسنة تمحها. صفي إسلامنا قولي، إسلام التمني والأماني، كما كان عليه علماء اليهود في نص القرآن في سورة البقرة، حيث يقول الله تعالى ومنهم، يعني من اليهود وعلمائهم، أميون. شوف إنصاف القرآن، ما قال كلهم، قال ومنهم، قال أميون جاهلون، قال ويعلمون وعلماء، قال لكن لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فإذا كان علمك بعلوم الإسلام أو علوم التوراة أو القرآن أو الإنجيل ما في تطبيق عملي وأخلاقي وسلوكي، فالقرآن عم يقول لك أنت أمي، معناته القراءة والكتابة ما بتنقلك من الأمية إلى العلم والثقافة، أنت لست متعلما ولا مثقفا ولا عالما. في قاموس الله أنت أمي، أمي يعني طالع من بطن أمك، عمرك يوم واحد لا تفهم شيء، لأن العلم للعمل يا ابني، العلم للتعليم، العلم للسعادة والإسعاد. فهل المسلمون سعداء في أمور الحياتية والدنيوية تجاه الأمم الراقية؟ هل المسلمون متحدون؟ العرب لغتهم ودينهم وبلادهم وجغرافيتهم، لماذا هم متفرقون؟ فهل جامعاتنا جامعات علمية؟ العلم يثمر الوحدة، العلم يثمر الأخلاق، العلم يثمر النصر، العز، السعادة، النجاح.
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. التوبة بعدين إيمان، الإيمان محل القلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هل صار له قلب المؤمن؟ هل إذا ذكر الله يمتلئ قلبه من جلال الله وخشية الله؟ بسمع الله 100,000,000,000 مرة وكأنه ما سمع شيء. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نسمع القرآن دائما ما عم نزداد إيمان، عم نزداد جهل وجاهلية وبعد. سبب ابني ما في العالم الحقيقي. المعاهد الدينية مثل الأزهر وغيره فيها جزء من كل. المدارس الدينية ما عم توجد كل أجزاء تركيب السيارة القطع، وإن وجدت ما في مين يحسن التركيب. فإن وجد العالم الإسلامي الحقيقي الذي يخشى الله، الذي تزكت نفسه، عالم القرآن ومعلمه، الحكيم ومعلم الحكمة، مزكى النفس ومزكي النفوس، هذا العالم يا ابني، هذا أينما وجد فكالشمس والقمر. هلا بس المسلمين بيحبوا الشمس والقمر؟ الشيوعيين ما بيحبوا الشمس والقمر؟ بس المسلمين بيحبوا الورد والزنبق والفل والياسمين، والشيوعي ما بيحب الفل والورد والياسمين؟ لك يا ابني الجميل كل الناس بتحبه. الإسلام أجمل من كل جميل، لكن أين غارسه وزارعه؟ أين صانعه وطابخه؟ ثم قال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذا تاب وغير سلوكه الأول ومشي بطريق العمل الصالح، هذا هذه توبته مضبوطة. من صفات المسلمين الذين سماهم عباد الرحمن، قال والذين لا يشهدون الزور. الزور في أصل اللغة هو الباطل، كل شيء باطل، كل شيء غير صحيح الغاية والنتيجة، كل شيء في ضرر للناس، كل شيء محرم، خمر، زنا، بطالة، غيبة، نميمة. وعلى رأس شهادة الزور، الزور الكذب، أن تشهد كاذبا أو تحرف في شهادتك، أو تحرف في شهادتك أو تكتم الشهادة. ابن عباس قال كتمان الشهادة في التحريم كشهادة الزور. إذا شهدت وغيرت في الشهادة، حرفت أو كذبت في الشهادة، هي شهادة زور. وإذا دعيت إلى الشهادة لإثبات حق مظلوم أو ضعيف تجاه قوي أو مجرم تجاه بريء فكتمت الشهادة فأنت أيضا شاهد زور. وشهادة الزور من الكبائر كما أن كتمانها من الكبائر. والذنوب الكبائر يحكم على صاحبها بالفسق إذا فعلها مرة واحدة. الذنوب الصغائر لا يفسق صاحبها بفعلها لمرة أولى إلا إذا تكررت وأدمن عليها. فالله وصف المسلمين والذين لا يشهدون الزور، كل أمر باطل أو كل أمر حرام أو بصورة خاصة، أن يشهد على إنسان أنه والله هذا فلان أنا شهدت أنه دفع له فلان 100,000 وهو كذاب، فألزم البريء بأن يدفع 100,000 وذاك لا علمه ولا خبره. هذا الإمام يرضى فيه؟ أو إذا كان دفع له 100,000 وبشهادته ودعا للشهادة فامتنع عنها، كمان هذا شاهد زور. كمان
الله قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الاسم ما بجوارحه، قد تعصي بجوارحك وقلبك يكون مكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما إذا كتمتها بنص القرآن الله يقول لك فإنه آثم قلبه. فكم وكم من الناس يا بيشهد زور بالمصاري أو بنقص في الشهادة أو يزيد في الشهادة، يا للمصاري يا للصحبة يا لحتى الناس ما تحكي عليه أو فلان ما يزعل منه. أما الله قرآن آخر شرع ما جاء إلى باله، وقد يكون بيصلي وبيصوم كمان، لكن صلاته وصيامه أماني شو ابني. وقد يذكر الله كما ذكر أماني، الذكر إذا ما انتقل إلى ميدان العمل عندما يطلب منك واجب أو يطلب أن تكف عن حرام، إذا ما ذكرت أن هذا أمر الله ونهيه فسارعت إلى امتثال أمره وفررت من اجتناب نهيه. إيه أنت كمان إيمانك أماني وعلمك أماني، لا تنغر. لو بتصلي كل يوم 1000 ركعة هاي القرآن. والذين لا يشهدون الزور، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط إذا حكمتوا ولو بين اثنين، جعلوا الحكم بين المرأة وزوجها، بين شريك وشريكه، بين الأخ وأخوه، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. إذا دعيت للشهادة بدك تأدي الشهادة من أجل الله، ما من أجل صاحبك أو رفيقك، لا، ولو على أنفسكم. ماعز شهد على مين لما وقع في الزنا؟ شهد على نفسه. والشهادة شو بتعمل فيه؟ إعدام رجما بالأحجار حتى الموت. وماعز رتبته في الصحابة، إذا شبهنا رتب الصحابة 100 درجة بيطلع بأنه درجة هو؟ بياخذ الأولى، لما الثانية، لما العشرة، لما 50، لما 70، لما 90، لما 99، أدنى الدرجات. مع ذلك لما زنى شهد على نفسه، النبي أراد أن يدرأ عنه الحد بإلقاء الشبه. فإذا كان المسلم عند الشهادة في الزور يشهد كذبا وزورا على بريء، أو يمتنع من الشهادة لإضاعة حق صاحب الحق، وكلاهما من الكبائر، كلاهما من الكبائر. هي قال ما من صفات المسلمين، عباد الرحمن من صفات لا يشهدون إيش؟ الزور. آية ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، يعني ما في ظالم مثل من يكتم الشهادة عن أدائها عند طلبها منه. آية أخرى وأقيموا الشهادة لله. حديث آخر خيركم خير الشهداء من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. لو قضية عند القاضي في المحكمة وانت شاهد، وقد يكون المدعي ابن صاحب الحق ومات، وما بيعرفك الابن انك انت شاهد على القصة لحتى يستدعيك، فالاسلام بأمرك قدم شهادتك ولو لم تطلب منك. اما اذا طلبت منك فامتنعت عن ادائها فانت مرتكب الكبيرة مثل شاهد الزور الذي يشهد بالكذب والباطل والبهتان. والذين لا يشهدون الزور، في الصحيحين البخاري ومسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم، يعني ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ ما بالكبائر، أكبر إيش؟ الكبائر. والكبيرة الصغيرة من الذنوب تمحى وتغفر بالأعمال الصالحة. إن لو وقع نظرك على امرأة بشهوة أي تعتبر من الصغائر، فقد تغفر بالصدقات بالأعمال الصالحات بكذا. أما الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة منها، بأن تتركها. إذا شاهد زور شو ترتب على شهادتك من ضرر؟ بدك تروح تصلحه، وزكاة من الشهادة بدك تروح تأدي الشهادة. إذا كان لا يزال الحكم قائم، وإذا الحكم انتهى بدك تروح تستسمح من أصحاب الحقوق إذا سامحوك كحق شخصي، بتم هذا الحق العام بينك وبين الله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. رد عدا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. رد عدا ثالث مرة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله. اثنين: وعقوق الوالدين. أديش يا ابني، أديش الآن الآباء عم تنجرح قلوبا من الأبناء؟ أديش سببه الأمية، أخذ حقوق وأخذ دكتوراه، فعاق لي والده. ألا أنبئكم بأكبر كبائر؟ كم مرة النبي سألهم؟ ليه سألهم؟ لحتى يصحوا كل عقولهم، لحتى يتقبلوا الحكم ينغرس في خلايا المخ عشان العمل. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. الله قال: ولا تقل لهما أف. قلت له: أف أمي والله ما لكم كنسين البيت. فإن أف توقع صاحبها في العقوق مع الوالدين. لكن إذا ضربهم، هاي الله ما قال لا تضربهم، قال لا تقل لهم أف. هو ما بيقول أف لكن بيضربهم وبيكسر رأسهم، ما هيك؟ لأن القرآن ما ذكر هيك. فهذا ابني هل بده يكون دينه الهوى والجهل والأنانية؟ الأنانية يا ابني بده تكون أنانيتك فنيانة في مراد الله، في دين الله. وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هيئن، وكل الذي فوق التراب تراب. بعد 100 سنة أو أقل كلكم تراب، أنتم أصغركم وأكبركم. من التراب تحسب حساب التراب وبتنسى رب الأرباب، دينه وراء ظهرك وهواك هذا ربك، وانت موحد، انت مسلم، انت مسلمة، يشهدون الزور، مجلس الغيبة زور، النميمة زور، كلام البطال زور، لا يشهدون لا يحضرون. اما الشهادة بشكل خاص، هاي النبي عم يقول: ألا أنبئكم بأكبر، ما بالكبائر، بأكبر الكبائر. الكبائر الموبقات سبع، على هي أكبر الكبائر عقوق الوالدين. قال الفقهاء: لو أن أباك شارب خمر وقال لك: ناولني كأس الخمر لأشربها، قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما بيجوز تناوله كأس الخمر لأنك أعنته على معصية. أما إذا شرب وانتهى وقال لك: خذ الكاسة حطها على الطاولة، قال: يجب عليك أن تطيع أمره، لأنه ليس فيها معصية. المعصية خلصت، أي خدمة له.
في عنا الفقه العملي لما الفقه الأماني، نقرأ القرآن أماني، أما نقرأ للعلم للعمل لا، هذا بده قلب منور وبده عقل واعي وبده معلم حكيم. الشرك بالله وعقوق الوالدين، قال وكان متكئا مين؟ النبي، فجلس قال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. بتقول كلمة زور على إنسان هو منها بريء، أو تشهد شهادة الزور؟ قال ومثل شهادة الزور كتمانه الشهادة، كلاهما قول ابن عباس كلاهما من الكبائر. ثم كررها، قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، رد كررها ثالث مرة، ورد رابع مرة، ورد خامس مرة، ورد سابع مرة. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني قد ما ظهر على النبي من الانزعاج. فيا ترى انت في حياتك العملية هل فقه الإسلامي عم تفقهه؟ بعدين هيأت قلبك لحتى يهضم المعاني؟ إذا ما هيأ قلبك يا ابني، وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمان، أنت منافق، لا تنغر، لا تنغر. الأعمال هي الشواهد، وإذا المقال مع الفعال وزنته، رجح الفعال وخف كل مقال. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الدين المعاملة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هادين مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله. تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأرسلها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وولدنا زاهر ووالدته، وإلى روح من توفي من إخواننا وأحبابنا. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم برحمتك الواسعة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله. عليكم.